Bismillah. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Alaykum ala khawat, atibba al-mukhtawara atibbiya. Salamu min Allahi, mubarakum, tayyibun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa'idun an al-taqiyakum fi al-halaqati thaniya fi al-yawm al-tali min taqdeem mwadu'i al-amn wa salam fi al-mukhtawara atibbiya. Wa as'alu Allah an akunu qad wafiqta fi taqdeem al-halaqati al-ula wa qad takunu qad akhathum al-faida alati min ajliha jiitum. كذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حلقة اليوم ووفقكم كذلك في تحصيل ما تصبون إليه في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت قد توقفت في الأمس عند يعني أهمية وضرورة وجود الوحدات التخزينية المتخصصة المناسبة في المختبرات الطبية في المستشفيات المختلفة وفي حتى المختبرات المستقلة. وذلك الأهمية هذا الأمر، وقلت ينبغي أن تراعى فيها التخصصية والمهنية وكذلك العلمية كما يعني أسلفت سابقا. نواصل في يعني هذا الأمر ونقول أن يعني الوحدات التخزينية لها مستويات من أجل إدارتها، فغالبا يعني تكون المخازن في المستشفيات والمؤسسات الصحية العريقة الكبيرة والمختبرات الكبيرة على ثلاث مستويات. فالمستوى الأول من التخزين يعني توضع فيه الأشياء العامة التي يعني تفي مثلا لمدة عام مثلا، ويعني تغذى هذه المخازن بكل الأصناف المختلفة التي تحتاجها المرافق الصحية في تقديم الخدمات الطبية، يعني يتحصلون عليها عبر مثلا العطاءات أو عمليات الشراء الكبيرة، الشراء المركزي. ثم بعد ذلك يعني ينبغي أن تكون هنالك المستوى الثاني للوحدات التخزينية، وهذه المستويات متخصصة، هذه المستويات التخزينية متخصصة. مثلا يكون هنالك مستوى التخزين الثاني الخاص بالمختبرات الطبية، توضع فيه فقط يعني أصناف المختبرات الطبية، وهذه يعني توضع فيها يعني هذه الأصناف والتي تكفي مثلا لمدة شهر أو لمدة شهرين أو يعني بضع أشهر، يعني حتى لا تنقطع الخدمات. فإن يعني من أسوأ الأشياء في تقديم الخدمات الطبية أن تنقطع هذه الخدمات وتتوقف بسبب يعني انتهاء الإمداد، انتهاء الاحتياجات. فالإدارة الرشيدة الحسنة يعني لا تقع في مثل هذه الأخطاء. لذلك يعني أصبح التخزين من الأمور الهامة جدا جدا التي ينبغي أن يتبناها العاملون في المستشفيات أو في مرافق تقديم الخدمات العلاجية بما فيها المختبرات بكل تأكيد. وينبغي أن يكون هنالك المستوى الأول في تقديم الخدمات الخاص بالمختبرات الطبية، وهذه الوحدات غالبا تكون داخل المختبر. فنحن في المختبرات هنالك وحدات تخزينية، هذه المختبرات في تصميمها الداخلي تكون هنالك دواليب مثلا، هنالك أرفف، هنالك ثلاجات توضع فيها يعني المستهلكات والمواد التي ينبغي أن تحفظ مبردة، بل هنالك مثلجات أو ثلاجات توضع فيها فريزر كما نقول، توضع فيها بعض الأصناف التي ينبغي أن تحفظ مجمدة. فهذه الوحدات هي الوحدات الأولى، وحدات التخزين الأولى لأنها أقرب لمكان تقديم الخدمة يحتاج إليها الناس الذين يقدمون الخدمات. فمثلا الذين يجرون التحاليل يعني كل يوم يخرجون من الثلاجات المواد الكيميائية التي يستخدمونها، وبانتهاء العمليات التحاليل يعيدونها إلى ثلاجات داخل نفس الغرفة. فحينما يعني يأتي الناس في الوردية التالية أو في اليوم التالي يخرجونها كذلك، وهنا الفراغ من تقديم الخدمات يعيدونها إلى أمكانيتها. فهذه وحدة التخزين الأولى، وينبغي أن تكون يعني هذه الوحدات الثلاث موجودة في المختبرات، ولكل وحدة يعني وسائل مختلفة من أجل تأمينها ومن أجل حفظ السلامة فيها ومأمونيتها كذلك. وكذلك يعني هذه المخازن ينبغي أن يعني تحكم فيها إجراءات الدخول والخروج والاستخدام والتواجد فيها كذلك. يراعى كذلك في عملية تصميم المختبرات الطبية، في عملية تصميم هذه المختبرات أن تكون الأبواب يعني واسعة بقدر الحركة التي يعني تعتري هذه الأمكنة. فمثلا يعني لا ينبغي أن تكون يعني يتواجد في بعض الغرف أجهزة تكون مثلا كبيرة الحجم والارتفاع والعلو والعرض، يعني لا 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 يمكن إخراجها أو إدخالها يعني عبر الأبواب التي يعني فتحت في هذه الغرف هنا تصميمها. فالإدارة الحقة والتخطيط السليم لتقديم الخدمات العلاجية ينبغي أن تساغ وتخطط الخدمات يعني مسبقا
الخدمات العلاجية. يعني مثلا هنا يعني يكون الناس يعزم الناس على إنشاء مثلا مرفق صحي في مكان، يحددون المهام، مهام هذا المرفق، وبعدين يحددون كذلك يعني حجم العمل المتوقع، وذلك ينبني على تعداد السكان الذين يعني يسكنون في مثل هذه المواقع، وثم يعني بناء عليه يتوقعون المترددون، عدد المترددين على المستشفى، وبحسب يعني تخصصية المرفق الصحي، مثلا مستشفى قلب أو مستشفى نساء وتوليد أو مستشفى أطفال، وبناء عليه يحددون التقنيات المختلفة والأجهزة التي يعني سيحتاجون إليها لتقديم هذه الخدمات التي حددوها مسبقا. وحين يعني تحديد الخدمات وتحديد الأجهزة يعني يجتمع المختصون من أجل اختيار وتحديد الأجهزة المناسبة لتقديم هذه الخدمات، وينبغي أن يتعرفوا مسبقا على هذه الأجهزة قبل أن يجلبوها أو قبل أن يقوموا بشرائها، يتعرفون على أحجامها وأطوالها ومقاساتها بناء على هذا قبل أن يعني يبدأوا في تشييد الغرف. وإنه من المكلف بمكان ومن الـ من الـ من الـ من, الـ من الأشياء التي تحدث الضرر البالغ بعد اكتمال إنشاء المرافق وبناء الغرف وبناء المباني، يأتي الناس ويقومون بهدم المباني أو كسرها أو يعني توسيع الأبواب حتى بعد التوصيلات الكهربائية، فيتلفون ما يعني شيدوه منذ البداية، وهذا يعني يؤدي إلى تلف المبنى، يؤدي إلى يعني إحداث بعض الضرر بالتوصيلات الكهربائية وشبكات المياه التي يعني صيغت مسبقا، فهذا يعني يؤثر على سلامة الناس الذين فيه الذين يعملون في مثل هذه الأمكنة. قلنا ينبغي أن تكون هنالك ممرات يعني آمنة خاصة بالنفايات، فهذه النفايات دائما يعني يتم توالدها داخل المختبرات في المكان الذي يقوم الناس فيه بتحليل العينات، فكل يعني عينة فرغوا من تحليله تخلف عددا من النفايات، اما الكيماويات التي استخدموها، اما المواد المستهلكه التي قاموا يعني عالجوا بها هذه العينات بالتحليل، اما العينات نفسها يعني لا يحتاجون اليها فتكون نفايات، فهذه المواد تتولد داخل المختبرات ولا تدخل من الباب العام الذي يعني نشير اليه هنا، مثل الباب الذي من يعني عبره يدخل المرضى او يدخل العاملون، فتولدت من هناك، ولا ينبغي نقل هذه النفايات بنفس الممرات التي يعني ميزناها مسبقا التي بها يمر المرضى او تمر العينات او يمر العاملون، ينبغي ان تجمع وتخرج من ممرات مختلفه وتخزن في امكنه يعني مختلفه وتعالج يعني معالجه يعني، ولكن لا تخرج من هذا الباب. هذا الباب في السابق يعني قفلناه واغلقناه في وجه المرضى، وكذلك اغلقناه في وجه كل من ليست له درايه او علاقه بالمختبر، كذلك الان هو يغلق يعني في وجه النفايات حتى لا تخرج الى المكان العام الذي يمر به الناس، ولكن تجمع ثم توقف في يعني في ناحيه من يعني من هذه النواحي، تخصص لها يعني مخارج ومرات، تخصص لها غرف للتخزين الى حين التخلص منها، فهذا من حسن يعني اداره السلامة داخل المنشأ. المباني premises means the buildings and foundations. It's very necessary for the buildings to be for the ceiling to be high with good ventilation. يعني في المختبرات من أجل تجنب السلامة يكون ارتفاع السقف الأسقف تكون ضعف ارتفاع أسقف الوحدات السكنية العادية، وذلك حتى تحتوي يعني الأخطار الجمة والمختلفة التي تتواجد في هذه التي يعني تتواجد في مثل هذه الأمكنة بحكم تخصصية هذا المكان. الحوائط والأسقف ينبغي أن تكون يعني تتحمل الغسل قابلة للغسيل، وتكون يعني كذلك ناعمة ملساء ويعني مدهونة بمواد لا تتأثر بالمياه ولا تتأثر بالكيماويات التي بها تغسل أو تطهر أو يتم تطهيرها، فكل مكان وكل سطح في المختبر يعني خطير وملوث، فينبغي غسل هذه الأسطح سواء كانت الجدران أو الأسقف، تغسل من وقت لآخر وتطهر من أجل مأمونية هذه الأمكنة.
كذلك يعني سهل التطهير والتعقيم والتطهير والغسل المطهرات المختلفة. كذلك الأرضيات floors يعني سهلة الغسل والتطهير، تتحمل المواد الكيميائية التي بها يتم التطهير، وكذلك يعني تتحمل يعني أثر المياه، لا تكون مثلا مبللة، لا ينبغي لأرضية المختبرات مثلا أن تكون خشبية مثلا، لا ينبغي أن تكون كذلك، ولا ينبغي أن تكون ترابية بكل تأكيد، ولكن ينبغي أن تكون من مواد يعني ثابتة صلبة، ويعني تتحمل فعل المواد الكيميائية ويعني عمليات الغسل بالماء، الغسل المستمر بالمياه. البنشز أو الأسطح التي يعني المناضد التي يعمل عليها الناس، يعني هذه الأسطح ينبغي أن تكون يعني غير ماصة، غير قابلة للبلل، لا تمتص المياه وسوائل، ويعني هذه حتى إذا كانت مثلا معمولة من مادة ربما تتعرض أو تمسك يعني قليلا من السوائل، يعني تغطى هذه الأسطح بمادة يعني عازلة للسوائل، ولا يسمح لمثل هذه الأسطح أن تمتص المياه. كذلك سهلة الغسل، غسل بالمطهرات والغسل بالمياه والصابون، وكذلك يعني مقاومة لعمليات لفعل الكيماويات، لأنه يعني المواد التي يعني المطهرات هذه مواد كيميائية، وكذلك المواد التي تعالج بها العينات في التحليل كذلك مواد كيميائية، إذا سكب منها شيء ينبغي أن لا يتفاعل مع هذه الأسطح، فهذه خصائص يعني هذه الأسطح، ولا تكون من مواد يعني قابلة للاشتعال، حتى إذا يعني سكبت بعض المواد الكيميائية سهلة الاشتعال تشتعل هذه الأسطح، لذلك لا ينبغي أن تكون يعني خشبية، ولا ينبغي كذلك أن تكون من الستيل من الحديد المعدن النشط، لا ينبغي أن تكون كذلك، لأن المواد الكيميائية يعني الحديد والمعادن الخفيفة يعني سريعة التفاعل مع المواد الكيميائية. المواد الأسطح والمساحات التي فيها يعمل الناس ينبغي أن تكون كافية، وينبغي أن تكون بعض هذه الأسطح يعني مزودة بمواد بأجهزة يعني عازلة صممت لاحتواء الأخطار. فمن الواضح أن هذا السطح الذي أشير إليه الآن هنا يعني هذه الأسطح مكشوفة، يمكن أن تعالج فيها العينات العادية والمواد الكيميائية العادية، ولكن العينات الخطيرة التي يعني تحتوي على مواد على على على, على ميكروبات سهلة الانتقال وسهلة العدوى، أو مواد كيميائية ضارة إذا استنشقها الناس، تعالج مثل هذه الأمور في 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 مثل هذا الجهاز سيفتي كابينت، وهذا جهاز سلامة، جهاز يعني خاص بكابينة السلامة، تعالج هذه المواد الكيميائية حتى تحتوى يعني الأخطار الكيميائية وأخطار والأخطار الحيوية والأخطار الفيزيائية التي يعني يمكن أن تلحق ضررا بالعاملين. فمن الأهمية بالمكان أن تزود مثل هذه الأسطح بمثل هذه الأجهزة. عملية النظافة والغسيل في المختبرات من الأهمية بمكان، وهي من العمليات الهامة التي تقلل الأضرار وتقلل الأحداث التي يمكن أن تحدث للعاملين في المختبرات الطبية. فينبغي أن تكون عملية يعني الغسيل يومية في حالة الأسطح التي ذكرناها قبل قليل، وهي الأسطح التي فيها يعمل الناس، وكذلك يعني الأرضيات، بل يعني ليست فقط مرة واحدة في اليوم، يعني من الأفضل أن تكون عدة مرات في اليوم على الأقل بمقدار يعني الورديات. فإن كانت المختبر يعمل على ثلاث ورديات، في بداية كل وردية ينبغي أن يعني تغسل هذه الأسطح وتطهر بالقدر الكافي، وتغسل كذلك وتطهر كل ما حدث مثل انسكاب شيء والانكسار شيء، ينبغي أن يعني يزال الأثر ويؤمن المكان الذي يعني حدثت فيه هذه الحادثة، وتدون في سجلات تسجيل تدوين الحوادث. وكذلك هنالك نظافة يعني أسبوعية ينبغي أن تكون للجدران والحوائط، الجدران والحائط كما أسلفنا قبل قليل، ولكن يعني إذا حدث حدث مثلا تلوثت الجدران أو الحوائط في أي وقت من الأوقات بـ 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 يعني مع
مواد خطيرة ينبغي أن تزال هذه المواد على الفور ولا ننتظر الأسبوع، ينبغي أن تغسل وتعقم وتطهر بشكل يعني كافي. مثلا يعني الثلاجات والفريزرز المبردات يعني والثلاجات ووحدات التخزين المختلفة ينبغي أن يعني تحدد لها يعني فترات زمنية كافية كذلك مناسبة حسب اتساقها وحسب المواد التي تخزن فيها، تغسل من وقت لآخر. وكذلك الأجهزة التي يعني يعمل فيها الناس، مثلا أجهزة الحضانات، حضانات الأطفال في تقديم الخدمات بشكل عام في قسم الأطفال، ولكن حضانات المختبرات التي فيها يعني توضع المزارع الميكروبية وهكذا، فمن من الأهمية حسب طبيعتها أنها ملوثة دائما وتشكل خطرا على العاملين، فينبغي أن تطهر كل يوم أو كل يومين أو كل 3 أيام، ولكن ينبغي أن لا يعني تتخطى عملية عدم التعقيم هذه المدة. وكذلك كل جهاز مثلا يعني يحتاج للتدخل هندسي أو لمعالجة ينبغي أن يعقم، يعني مثل هذه العمليات التي يتجاهلها الناس تكون خطيرة جدا، خاصة على المهندسين والذين يعني ليست لهم دراية بعمليات العدوى ومسببات العدوى وهكذا. كل الأحداث يعني كل عمليات التداخلات والإجراءات التي يقوم بها الناس من نظافة ومن تحضير ومن تعقيم ينبغي أن تدون ويكتب الشخص الذي يعني قام بها والزمن الذي أجرى فيه يعني هذه العملية. وينبغي على هؤلاء الذين يتبنون مثل هذه النشاطات أن يدربون تدريبا خاصا لهذه العمليات، يدربون تدريبا خاصا ويتم الإشراف عليهم من أجل الاستيثاق والتأكد من أن هذه العمليات يقومون بها كما ينبغي أن تؤدى. عناصر يعني برنامج السلامة، وهذا يدل على أنه من الأهمية بمكان أن يكون هنالك برنامج فعال متكامل لإرساء السلامة والأمن في المختبرات المختلفة. هذا البرنامج عناصره الهامة ينبغي أن تكون هنالك يعني سياسة خاصة بالسلامة تكون ضمن سياسة المنشأة، وهذه السياسات تمثل دائما الأطر العامة لتقديم الخدمات أو لأداء المؤسسات. فلأهمية الشأن يعني شأن السلامة وشأن الأمن في المختبرات بل في المرافق الصحية بشكل عام، ينبغي أن تكون يعني المواد والبنود المتعلقة بالسلامة والأمان يعني أحد المكونات الأساسية لسياسة المنشأة. فالسياسات يعني لا يتم تجاوزها ولا تغفل أصلا، فما وضع في السياسة يعني ينبغي أن ينفذ. كذلك ينبغي أن يكون هناك هياكل وأجسام تدير يعني هذه الأمور شأن السلامة والأمن. هذه الأجسام يعني مكوناتها أن يكون هنالك مشرف للسلامة داخل كل قسم من الأقسام المختلفة في المختبرات، وأن يكون هنالك مشرفا للمختبر، مشرف للسلامة في المختبر أو مشرفا لكل تخصص في المختبر، مثلا مشرف للسلامة في قسم الأنسجة المريضة ومشرف آخر للسلامة في قسم الأحياء الدقيقة ومشرف آخر للسلامة. ومبرر ذلك أن قضايا السلامة والأخطار المتوقعة في كل تخصص تختلف من قسم إلى آخر، فالذي يتخصص في هذا القسم هو أدرى بالمخاطر المتوقعة حدوثها في مثل هذا القسم. ينبغي أن يكون هنالك يعني safety manual، وهو يعني مستند يحتوي على كل الإجراءات يعني تحديد المخاطر وكل يعني كل المعلومات المتعلقة بشأن السلامة والأمان في المختبر، ينبغي أن يكون يعني في هذا المستند. فوجوده يدل على يعني اهتمام المنشأة أو اهتمام المختبر بشأن السلامة يعني والأمن، ويحتوي السياسة التي يعني ذكرناها، ويحتوي على الإجراءات القياسية التي ينبغي أن تتبنى في أي عملية يقوم بها العاملون من أجل السلامة، تحتوي كذلك على الإجراءات المطلوب يعني تنفيذها حين يعني المخاطر
كما أسلفنا حينما حدوث الأخطار مثلا. ينبغي أن يكون العاملون يعني مدربون بالقدر الكافي على قضايا الأمن والسلام. فالعاملون المدربون هم أهم عنصر من عناصر الأمن والسلام داخل المختبرات. فوجود العاملين المدربين بأعلى كل قضايا السلامة والذين يعني يعالجون كل أمر يعني بسرعة بالشكل الذي ينبغي أن يعالج به هو أحد العناصر الأساسية لإدارة الأمن والسلامة داخل المختبرات. ينبغي أن تكون لجنة في المستشفى أو في المختبر خاصة بالسلامة Safety Committee. ومن الأفضل أن يكون يعني قائد المختبر أو مدير المختبر أو رئيس المختبر هو رئيس هذه اللجنة لأهمية هذا الأمر حتى تكون المسألة يعني ملزمة، اجتماعاتها ملزمة، نشاطاتها من أجل يعني تلافي الأخطار ملزمة، وكذلك التقارير التي تصعد التي ترفع من الوحدات التي هي دونها يعني يتم الالتفات إليها بحزم، وحينما تحصل هنالك يعني إشكالات تكون الإدارة جادة في يعني تلافي هذه الإشكالات. ينبغي أن يكون هناك تدريبا متواصلا للعاملين في إجراءات السلام، الإطفاء، إطفاء الحرائق مثلا، تجنب العدوى، ارتداء أو استخدام أدوات الحماية الشخصية، تعقيم وتطهير الأمكنة، تعقيم الأدوات الطبية مثلا، هكذا. ينبغي أن يكون التدريب العاملين على قضايا الأمن والسلامة متواصلا متخصصا يعني يفضي إلى رفع يعني الخبرات والمهارات لدى العاملين من أجل يعني من أجل تجنب حدوث الأخطار. كذلك يعني ينبغي أن تكون هناك سجلات لتدوين الأحداث المختلفة التي تحدث، فإذا سكب شيء يعني يدون، إذا تعرض أحد العاملين لأي أذى يعني يعد أو يسجل مباشرة يعني كيف حدث العطول، لمن، كيف حدث يعني ذلك الأثر، لمن من الناس، ويعني نوعية الحدث الذي حدث والأسباب والمسببات. تعالج هذه، تحلل هذه المعلومات والبيانات ويحسن الوضع أو يعالج الوضع من أجل تأمين عدم تكرار مثل هذه الأحداث. فوجود هذه السجلات دليل واضح على اهتمام المختبرات واهتمام المنشآت بقضايا الأمن والسلامة وقيام الناس بواجباتهم تجاه هذا الموضوع. ينبغي أن تقحم يعني الإجراءات السلامة المختلفة في الإجراءات القياسية التحليلية التي يقوم بها يعني العاملون في المختبر من أجل علاج مثلا أخذ العينات وإدارة العينات ونقل العينات وتحضير العينات وتحليل العينات والتعامل مع المرضى. هذه الإجراءات ينبغي أن يراعي فيها يعني السلامة وليس فقط الجودة وصحة الإجراء. هذه عناصر أساسية من أجل تمتين وإزال يعني قضايا الأمن والسلام على أرض الواقع في المستشفيات. دور العاملين في هذه المختبرات تجاه السلامة أن يدربوا ويتبنوا ويحرصوا على استخدام أدوات الحماية، أدوات الحماية والسلامة، الأجهزة المختلفة. يعني مثلا يعني يجيدون استخدام الطفايات الحرائق مثلا، يستخدمون المطهرات ويحضرونها بشكل يعني سليم وصحيح، وكذلك يحرصون على ارتداء أدوات الحماية الشخصية من القفازات ويعني الكمامات والمعاطف مثلا، ولا يهملون هذا الجانب. كذلك عليهم باتباع يعني الخطوات السليمة، الخطوات الآمنة في يعني أداء المهام SOPs كما أسلفنا، الإجراءات القياسية التي ينبغي أن يقوموا بها. فهذه الإجراءات القياسية يعني توفر الاثنين، تحقق الاثنين، الجودة والسلامة والأمان. كذلك على العاملين أن يحرصوا على يعني تدوين وتسجيل كل الأحداث التي تحدث. مثلا إنسان يعني أصاب نفسه بالسنة، سنة حقنة على سبيل الخطأ،
أو يعني سبب هذا الأذى لأحد من الناس، ينبغي يعني مباشرة أن تدون هذه الحادثة، ويقوم المختصون بمراجعة هذا الأمر ومعالجته والوقوف على أسباب حدوثه حتى لا والقيام بمعالجة هذه الأمور حتى لا تتكرر للمرة الثانية. كذلك يعني عليهم دائما بتدوير المخاطر. المخاطر هي الأحداث السالبة التي لم تحدث بعد، فينبغي أن نتعرف عليها، وهذه دورية. يعني كل مرة يقول الناس يرفعون تقريرا بأن مستوى المخاطر يعني مثلا 80%، وهذه نسبة عالية، حتى تقوم الإدارة بدورها من أجل يعني تقليل هذه النسبة من أجل تمتين أو توفير الحماية اللازمة للناس في المؤسسة. المشرف على السلامة، وهو أعلى يعني إطار لإدارة السلامة داخل المستشفيات، الأمن والسلامة يعني دون المدير، ويمكن أن يكون هو المدير نفسه، ولكن ربما في الغالب لكثرة مهام المدير يمكن أن يحدد أو يعين شخص خاص ب يعني إدارة السلامة، ويعرف ب يعني المشرف، مشرف السلامة. أحيانا نقول ضابط السلامة. ضابط السلامة من مهامه أن يحرص على عملية التدريب، ولا بد من أي نشاط للتدريب أن يكون هنالك منهج للتدريب. هذه المناهج تصمم حسب يعني بحسب الحاجة. مثلا يعني الأحداث المتواترة التي تحدث كثيرا، يصمم هذا المنهج تصميما خاصا لمعالجة هذه. يعني مثلا تكثر العدوى ما بين العاملين في المستشفى، لا بد من تدريب الناس على يعني كيفية حدوث العدوى، وكيفية التعامل مع العينات من أجل تقليل العدوى، وكيفية التعامل حينما تنسكب. هذا تصميم يعني للمنهج متخصص جدا. لا بد لعملية التدريب أن يكون فعال، أن تكون فعالة، أن تصمم، أن يكون هنالك أناس مختصون بتصميم هذه المناهج، تقيم هذه المناهج وتجاز من قبل الإدارة أو من قبل المشرف أو من قبل يعني مدير أو رئيس لجنة السلامة في المؤسسة، ويقوم أناس مدربون أو مدربون يعني مختصون بتنفيذ هذه عملية التدريب. ولا بد لكل عملية أو لكل نشاط تدريبي من التقييم في نهايته، يعني يقيم التدريب للتأكد من أنه قد آتى أكله وأدى إلى يعني ومكن المتدربين من المهارات والخبرات اللازمة والتي يعني تفضي إلى تغيير سلوكياتهم والتغلب على الأثر السالب الذي من أجله تم التدريب. وكل تدريب لا يقيم ليس تدريبا أبدا أبدا. كذلك يحرص على يعني الاطلاع على النتائج، على التقارير، فهو يشرف على الوحدات كما قلنا السوبرفايزرز، يشرف على هذا السوبرفايزر هو يعني مشرف السلامة داخل كل قسم من الأقسام، يدرب الناس الذين يعملون في هذه الأقسام، ويعني كما أسلفنا تكون له المهارة في يعني تصميم عبر آخرين بكل تأكيد يعني هذه المناهج، ويقوم كذلك بعملية الرقابة اللصيقة والتفتيش داخل القسم وداخل الإدارة من أجل التثبت واصطياد كل مسببات الخطر وكل مسببات العدوى وكل مسببات الأخطار قبل أن يحدث الخطر. يرفع تقارير دورية للإطار الذي يعني للمسؤول الأعلى في قضية الأمن والسلامة داخل المعمل. كذلك يقوم بإزالة ومعالجة الأحداث المختلفة التي تحدث في يعني القسم الذي هو يشرف عليه، ويمنع يعني ويعالج الأسباب التي تفضي إلى يعني إلى حدوث هذه الأحداث. فإذا كان السبب يعني عدم كفاءة الناس أو عدم يعني امتلاك الناس الخبرات اللازمة، يقوم بعملية التدريب أو يطلب يعني تنظيم دورة تفضي إلى يعني إكساب الناس إلى هذه يعني مدهم بهذه المهارات المطلوبة. كذلك يقوم بتصحيح كل الأحداث وكل الأحوال غير السليمة التي تؤثر في قضايا السلام.
مثلا يعني إن كانت هنالك شقوق في الجدران، إن كان هنالك انكسار في شيء، أو جهاز من أجهزة السلامة يعني لا يعمل بشكل كافي، يعني مهمته أن يرفع التقارير ويسعى إلى يعني إلى تصحيح هذه الأمور، ويقوم كذلك بالتأكد من أن مثلا يعني أدوات الطفايات الحرائق يعني صالحة جاهزة، لأنها يعني لها أمد زمني يعني تنشط بعدها، هو الذي يعني يكون مسؤول من هذه الأمور، ويقوم بعقد يعني اجتماعات دورية يعني خاصة بقضايا السلامة، كما يقوم كذلك بإدارة ورقابة النشاطات اليومية التي يقوم بها الناس، حتى يتثبت من أن كل الإجراءات التي يقوم بها الناس يقومون بها يعني داخل القسم بشكل آمن وسليم. ضابط السلامة سيفتي أوفيسر هو المستوى الأعلى لإدارة السلامة في المختبرات، وهو كما هو منصوص عليه تكنيكال ادفايزر فور سيفتي بروجرام، هو يعني المشرف الفني والموجه الفني الخاص بقضايا السلامة داخل يعني في برنامج السلامة والأمان في داخل المستشفى أو داخل المختبر. وهو يعني يحرص على يعني مأمونية الإجراءات التحليلية والإجراءات الفنية التي يقوم بها الناس، كل حسب تخصصه داخل المختبر، وإن أنها يعني يقومون بها بشكل آمن. يعني مثلا يمر يتأكد من أن كل الناس يعني يرتدوا يتبنون إجراءات السلامة، وحينما تحدث يعني أخطار كيف يتعامل الناس. يعني باختصار يحرص على أن السياسة التي نصينا عليها سياسة السلامة تطبق بحذافيرها داخل المختبر. يقوم بتوجيه الإدارة فيما يتعلق بقضايا السلامة، مثلا يوضح يعني أن نسبة المخاطر مرتفعة للإدارة حتى تقوم الإدارة بما ينبغي أن تقوم به، مثلا يطلب أدوات السلامة اللازمة من أجل تقليل أو تلافي الأخطار. هذه يعني يقدمها للإدارة، فهو مستشار الإدارة فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلام. يقوم يعني جولات دورية من أجل الرقابة والتفتيش، حتى يتأكد يعني أو يطمئن على وضع السلامة والأمان داخل المؤسسة. يقوم بتوجيه وإعانة يعني لجنة السلامة التي نصينا عليها، والتي يعني فضلنا أن يكون يعني رئيسها هو المدير أو مدير المؤسسة شخصيا، فهو الموجه الفني المهني المتخصص لهذه اللجنة. وكذلك يقوم بتعميم إما التقارير إما المعلومات الخاصة بمثلا عدوى محد معينة أو أثر سالب في المستشفى، يقوم كذلك بتعميم تمليك الناس للسياسة سياسة السلامة والأمان داخل المؤسسة أو داخل المختبر. كذلك يعني يطمئن ويشيع يعني ما بين الناس الإجراءات التي تم تبنيها من أجل التلافي أو من أجل تبنيها حينما تحدث الأخطار، فهو المسؤول من نشر كل هذه يعني المعارف والخبرات والمهارات. هو الذي يحدد أدوات السلامة المطلوبة من الأوتوكليفز ومثلا الأوفيز الأفران أفران التعقيم مثلا، ومن الأدوات المستهلكة للسلامة مثل القفازات ومثلا والجاونز والمعاطف. كذلك يطمئن على أن المطهرات متوفرة مثلا في الأقسام المختلفة، وكذلك سيفتي كابينيتس يعني كل هذه الأمور، كل أجهزة السلامة، وكذلك يعني طفايات الحرائق. يطمئن على أن هذه الأمور يعني متوفرة، وإذا لم تكن متوفرة هو الذي يطلبها بالمواصفات التي يحددها حسب المخاطر المتوقعة داخل هذه المستشفيات. يقوم بمراجعة دورية لخطط السلامة المطلوبة داخل هذه المعامل. كذلك يقدم المشورة والمساعدات الفنية للأقسام المختلفة
الأقسام الفنية للأقسام المختلفة من أجل يعني امتثال إجراءات السلامة وحماية الناس الناس بشكل عام والعاملين بشكل خاص داخل هذه المؤسسات، وكذلك يعني يحافظ ويدير المستندات والمعلومات بشكل يعني مهني. فكل هذه الإجراءات قلنا ينبغي أن تدون، وهو الذي يعني يمتلك هذه المعلومات يقوم بتخزينها ويقوم بإدارتها ويقوم بمراجعتها دوريا حتى يتثبت من سلامة الإجراءات وسلامة المخطرات التي فيها يؤدي الناس يعني هذه المهام. management responsibilities، يعني ما دور الإدارة، إدارة المؤسسة أو إدارة المختبر فيما يتعلق بقضايا السلام؟ الإدارة ينبغي أن تصيغ السياسة كما قلنا، فالسياسات عموما من مهام الإدارة، وقلنا لا بد أن تكون هنالك سياسة كاملة يعني تحتوي على كل إجراءات وكل متطلبات السلامة داخل المؤسسة. وكذلك الإدارة ينبغي أن توفر البيئة السليمة لأداء المهام داخل المختبر، safe workplace، يعني توفر يعني مكان أداء المهام مكان آمن، آمن من جميع النواحي، نظيف، معقم، مخطط بشكل جميل، يعني كما قلنا في السابق مصمم، يعني تصميم يعني مثالي، يعني هكذا توفر فيه كل الإمكانيات. كذلك ينبغي أن يوفر التمويل المالي اللازم، فكل النشاطات التي تحدثنا عنها تكلف مالا، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى إمدادات، تحتاج إلى قوة عاملة، ولا يعمل هؤلاء الناس يعني بلا مقابل. فينبغي على الإدارة أن توفر الميزانيات التي تحتاج إليها يعني إدارة السلامة بشكل عام. كذلك الإدارة عليها أن تقيم البرامج المختلفة التي يقوم بها العاملون في تقديم أو في قضايا السلام، يعني أن يقيم التقدم الذي يحدث في قضايا السلام، يعني هنا ما تحدث إشكالات يطمئن إلى أن هذا البرنامج كفؤ بشكل الكافي لتلافي أو لعلاج هذه يعني الإشكالات والأخطار. كذلك يعني يراجع ويطلع على التقارير التي ترفعها لجنة السلامة، ويعني يقوم بتنفيذ التوصيات والمتطلبات التي تقدم عبر يعني عبر اللجنة، التقرير الذي يرفع من لجنة السلام. لجنة السلامة سيفتي أوفيسا، سيفتي مانجمنت، يعني هذا يعني ما زلنا نتكلم عن إدارة السلامة في المختبر. المسؤول الأول هنا يعني كما قلنا هو يعني سيفتي أوفيسا أو ضابط السلامة كما نقول في الـ في الـ في الـ في, الـ في المختبر. يعني كذلك هو العنصر الأساس حقيقة لإدارة السلامة داخل يعني المختبر. فأحيانا يكون هنالك ضابط سلامة واحد لقضايا السلامة في المستشفى بشكل عام، ولا 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 يعني غرابة في ذلك، حيث أن سلامة المختبر من سلامة المؤسسة، من سلامة المستشفى بشكل عام، ولكن يعني يكون له يعني نواب وأذرع في كل الأقسام يعني يؤدون المهام التي يعني تليهم. وكذلك من أهم عناصر يعني إدارة السلامة في المؤسسة يعني سيفتي مانيوال كما قلنا، وهو يعني هذا المانيوال يعني هذا المستند يكون خاصا بالمختبر، لأن المخاطر يعني داخل المختبر تختلف من المخاطر داخل غرف العمليات، تختلف من المخاطر مثلا في الحوادث، تختلف عن المخاطر في كل مكان. لذلك دائما يعني سيفتي مانيوال is specific، أنا متخصص ب ب ب ب ب ب بكل قسم، لأن يعني كل قسم له يعني أحداثه وله يعني مخاطره الخاصة به، فينبغي أن يكون هنالك يعني سيفتي مانيوال للمختبرات. استاندرد اوبريتنج بروسيجر، إجراءات السلامة أو الإجراءات القياسية للسلامة، الإجراءات القياسية ينبغي أن تكون هنالك إجراءات قياسية لكل قضايا سلامة،
يعني كيفية استخدام طفايات الحرائق، كيفية التصرف حينما يحصل الانسكاب، كيفية تشغيل الأوتوكليف من أجل التعقيم وقتل الميكروبات. يعني كل هذه الأمور لها إجراءات قياسية تجاز ويوقع عليها المدير، ويعني ينفذها الناس بنفس الكيفية، ولا يسمح لكل أحد لأي أحد يعني كيفما كان أن 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 يتجاوزها أو يتجاوز خطوة فيها. هو المسؤول من توفر الأطر الصحية أو الأطر المعملية المدربة، فهو يعني المسؤول الأول من صياغة المناهج الخاصة بتدريب ورفع كفاءة العاملين. وينبغي أن يكون هذا التدريب يعني متخصصا في قضايا السلامة، متخصصا في يعني الأخطار المتوقعة داخل المختبرات المختلفة، وكذلك يعني متخصصا يعني هذا التدريب متخصصا في يعني قضايا أو إجراءات السلامة. إجراءات يعني هذا جانب يعني إيجابي، كيف يعني يتصرف الناس حينما تحدث يعني قضايا أو تحدث أحداث، كيف يتصرفون. ينبغي أن يكون التدريب يعني لا يغفل هذه يعني هذين المجالين الهامين، وضابط السلامة يعني يستوثق دائما، أو إدارة السلامة تكون يعني مستوثقة من أن جميع الذين يعملون يمتلكون المهارات والدراية والمعلومة والخبرات والمهارات اللازمة من تطبيق هذه المفاهيم عمليا داخل المختبر. وكذلك يعني إدارة السلامة مسؤولة من يعني إدارة النفايات، جميع مراحل إدارة النفايات، من تصنيف النفايات، معالجة النفايات، تخزين النفايات، نقل النفايات، وكذلك يعني إعدام هذه النفايات أو إعادة تدوير هذه النفايات، كل هذه من قضايا يعني السلامة. من الأدوات أدوات السلامة أو أجهزة السلامة العامة، وفي في في المستوى القاعدي لتقديم الخدمات المعملية أو الخدمات الطبية بشكل عام، وهذه ليست متخصصة، أن تكون هنالك يعني أدوات حماية للعيون كما ترون، وأدوات يعني طفايات الحرائق متخصصة، يعني وطفايات الحرائق لها يعني أنواع، ينبغي أن تكون كل الأنواع يعني متوفرة. فالحرائق يعني تختلف حسب مصدر الحريق، فإذا كان الحريق عن طريق الكهرباء يعني لا تطفئ نيران الكهرباء بالمياه مثلا، لذلك ينبغي أن يدرب الناس أولا تكون هذه الطفايات باختلاف أنواعها متوفرة وتكون نشطة فعالة تعمل يعني، ويدرب الناس على استخدامها يعني كل على حسب يعني الحوجة. هنالك ينبغي أن تكون يعني مثلا مراوح شفط متخصصة في المختبرات، بحيث أنها تنقل الهواء الذي يخرج من يعني داخل المختبر إلى الخارج، تثبت في الأسطح بالقدر الكافي. ينبغي أن تكون هنالك يعني كل نشاط ولا كل حدث يحدث ينبغي أن يدون كما هو يعني واضح هنا. ينبغي أن تكون هنالك يعني إمكانيات لغسل العيون كما هو هنا، دش مثلا خاص بالعيون كما نقول بالدارجة، وهذا الدش يعني في حالة العيون يقذف الماء إلى أعلى، فما على الإنسان إلا إذا يعني أصابه شيء أو يعني وصلت بعض الأبخرة أو المواد الكيميائية إلى وجهه أو إلى عيونه أن ينحني ويقرب يعني وجهه إلى هذا الدش، ثم يعني يفتح الصنبور المتعلق بهذا الأمر من أجل قذف الماء النظيف النقي إلى عيونه بالقدر الكافي إليه. وهذا يعني دش للاستحمام بشكل عام أو لغسل الجسد بشكل عام، على الإنسان إلا أن يقف تحته ثم يقوم ب يعني إنزال الماء على جسده من أجل. فهذه يعني أدوات للحماية العامة. ينبغي أن تكون هنالك حاويات مختلفة للنفايات المختلفة، كل نوع من أنواع النفايات له يعني حاويته، والنفايات الحادة لها حاويات، للنفايات الحادة النفايات الملوثة لها يعني حاويات يعني تبطن بأكياس بلاستيكية تتحمل يعني الحرارة الرطبة من أجل يعني معالجة هذه النفايات في الأوتوكليف. والنفايات العامة لها يعني كذلك النفايات العامة التي يعني لا تشكل خطرا كبيرا، مثل نفايات المنازل أو نفايات المكاتب لها كذلك حاويات. فينبغي حسب
يعني العمل الذي يعني يقدم حسب النفايات التي تتولد من هذه النشاطات، أن تكون هنالك حاوية لكل يعني نوع من النفايات. هنالك إجراءات قياسية سميت قياسية لأنها ينبغي أن تتبنى في كل مكان، وكذلك هنالك محاذير قياسية ينبغي أن لا يعني يقوم بها الناس في المختبرات. من المحاذير القياسية مثلا أن لا يقوم العاملون يعني استخدام الأدوات التي يتم يعني تشغيلها أو استخدامها عن طريق المص بالفم، كما ترون إلى هذه الطبيبة إنها يعني تسحب إما عينة أو مادة يعني كيميائية عن طريق الفم، فهذا ينبغي أن يعني يتوقف مباشرة ولا يسمح باستخدامه، بحيث أنه يفضي مباشرة إلى يعني توصيل الميكروبات أو المواد الخطيرة إلى فم الإنسان. كما ترون أنها كذلك أيديها مكشوفة، لا ترتدي أي نوع من القفاز، وكذلك لا ترتدي المعطف ذو الأيدي الطويلة التي تحمي أو تغطي يعني ساعدها. ممنوع منعا باتا من يعني وجود أو تناول الأكل داخل المختبر أو المشروبات داخل المختبر. هذه يعني الأطعمة شهية فعلا يعني، ولكن لا ينبغي تعاطيها أو تناولها داخل المختبر، ولا ينبغي وضعها أو حفظها داخل يعني ثلاجات المختبر. ممنوع التدخين داخل المختبر، وممنوع على الفتيات يعني استخدام المساحيق وأدوات التجميل داخل يعني المختبر. قلنا ينبغي أن تكون هنالك غرف خاصة للخدمات لراحة الناس مثلا، ومن الأهمية بمكان أن تكون هنالك غرفة خاصة للفتيات يأكلن فيها ويستريحن. فلا بد للذي يعني يقوم بمثل يعني مثل هذه المهام المعقدة التي تحتاج تركيزا ولياقة ذهنية من الراحة، لا بد أن تكون. والفهم المتبع في السودان أن الذي يعمل ينبغي أن لا يعني يرتاح، ينبغي أن لا يتوقف عمل، هذا فهو يعني فهم خاطئ جدا جدا جدا. فينبغي أن تكون هنالك سانحة للناس خاصة الفتيات أن يجدن بعض الوقت للراحة في غرفة خاصة آمنة يعني تراعي خصوصيتهن، والتي تريد أن تخرج يعني أن تتهيأ للخروج في هذه الغرف بعيدا عن أعين الرفقاء والزملاء مثلا. فهذه من أدوات حسن الإدارة، حسن إدارة المختبرات، وتفضي كذلك إلى يعني إرساء قواعد الأمن والسلامة داخل المختبرات. أرجو أن تكونوا قد يعني سعدتم بهذا التقديم واستفدتم، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة الثانية. كذلك أكرر من يعني له يعني استفسار يجب يعني لا يتردد في طرحه، وأنا دائما الاستعداد في مناقشة في الاستجابة لاستفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.